لا تقتلوا الناس بكلماتكم، نظفوا قلوبكم من الحقد والحسد والبغضاء، كفاكم تخطيط في أذية الناس. يقول ابن الجوزي: من أطلق لسانه في أعراض المسلمين واتبع عوراتهم أمسك الله لسانه عن النطق بالشهادة عند الموت. ونصيحتي لك يا أخي: لا تلتفت لكلام الناس، فلو التفت لكلام الناس سوف يحطمونك نفسيا، وهذا هو هدفهم. وخذها مني قاعدة: لا يطعن في سمعتك إلا من تمنى أن يكون مثلك وفشل. أخليك دائما فاكر محدش أبدا يحب أنك تكون أحسن منه، حتى أقرب الناس ليك. فمزمار الحي لا يطرب، وما أكرم نبي في قومه. وأعظم هدية ممكن يقدمها الإنسان لأخيه الإنسان هو إنه يسيبه في حاله. فيا حبيبي، مهما كنت محبوبا بين الناس سوف تجد مريضا نفسيا يكرهك بلا سبب، شئت أم أبيت. هناك من يموت حقدا بسببك. ويا صديقي، لا تسمح لأي إنسان كائنا من كان أن يستهزئ بك، فأنت لست بفاشل. وقل له: كما تراني أراك، مهما كان مستواك، حياتك الشخصية خط أحمر، إياك أن تقبل الإهانة على نفسك في سبيل الحفاظ على زواج أو مال أو شغل. كرامتك رأس مالك، الله خلقك كريم، والله هو خير الرازقين. فلا تسعى لإرضاء أحد، فإرضاء الناس غاية لا تدرك. لا تجعل همك هو حب الناس. الإنسان الذي يبني لنفسه مجدا لا يلتفت لكلام الناس. والله لو علمت السرعة التي سينساك بها الناس بعد موتك لعشت حياتك كلها لله. فعليك بالتطنيش، فالتطنيش فن راق لا يتقنه إلا محترف السعادة. وإياك أن تندم أنك عاملت الناس بطيبة قلبك وصفاء نيتك. يكفي أن الله تبارك وتعالى يرى خالص نواياك، وعلى نياتكم ترزقون. ومن عاش بصفاء النية نجاه الله من كل بلية، ومن عاش بالمكر مات بالفقر. وضع هذا الكلام حلقة في أذنك: لا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا راحة في الدنيا، ولا راد لقضاء الله وقدره، ولا سلامة من ألسنة الخلق، سيقال عنك ما ليس فيك. فيا حبيبي، بالله عليك، إن لم تكن تعرفني فأكرمني بحسن ظنك. يا أهلين، اتقوا الله فينا، ولا تقولوا عنا ما ليس فينا. اسمعوا.